كده ده حلو قوي، تقدري تقدمي فيه فاكهه، تعملي لي المكسرات، تقدمي فيه حلويات زي ما انت حابه، يشتغل معاكي وشكله شيك جدا. عامل كام؟ 290. اكليرك ضد الكسر. اكليرك ضد الكسر، تركي مستورد. لا حلو قوي. والشكل ده برضه طبق فاكهه وطبق تسالي في نفس الوقت، بتشيل الحاجات دي من جوه. بكام؟ ب 325. ب 325 يعني القطع اللي فيه متحركه. كل حاجه فيها متحركه عشان برضو لما تيجي تنظفي. لا حلو. ب 200 كام؟ 325. 325 حلو قوي. في منه الوان؟ في الزيت والشوكولاته، في بينزل الزيتي والعسلي واللون الابيض ده. حبايبي معانا الجاروف المعدن ده، حلو قوي برضو. ده مستورد؟ مستورد ده بكام؟ ب 45 و 55. ب 45 و 55 الحجم الكبير ده. كده تشيلي بيه مكرونه، تشيلي بيه دقيق، بقسماط، زي ما انت عايزه. الصغير ب 45 مستورد معدن، والكبير وريهولنا ب 55 جنيه. حلو قوي. بيجي منه الوان ولا الاسمر بس؟ الاسود بس. معانا كمان هنا الشلايات دي برده حلوه جدا. بصوا حبايبي، حاميه قوي اهي. دي كده عامله 35 جنيه، سعرها برده حلو قوي. اي واحده من هنا 35؟ اي واحده. وقطعت البيتزا 35. وقطعت البيتزا، بصوا حجمها على فكره كبير، والايد بتاعتها خشب اهي، عامله 35 جنيه كده التشكيله دي كلها. في كمان هنا الاستلس، عامله كام الاستلس؟ الاستلس عامله 35 برضو. اي واحده العاليه شويه، في دي اعلى شويه، 75 جنيه. ب 75 جنيه حلوه قوي. وريني بقى القشره الجولد دي. في برضو القشرات الجولد اهي، لو بتحبوا الحاجات الجولد. عامله كام ديت؟ عامله 55 في الجمله. 55 جنيه قطعه بسعر الجمله. والمعلقه دي ايس كريم ب 75 جنيه. المعلقه ايس كريم 18 على 10 برضو. بصوا وريها لي، معلقه ايس كريم اهي استلس 18 على 10 ب 55. ب 55. لا دي 75. ب 75 جنيه. حبايبي في السكينه دي حلوه قوي، مستورده اهي. قطعت خضار وفاكهه. قطعت خضار وفاكهه، عامله 40 جنيه بس. بصوا شكلها، شكلها قيم وتحفه. وفي كمان معانا المقاس ده اهو، المقاس ده كده عامل 60 جنيه، حلوه قوي. دي كده فراخ لحمه زي ما انت عايزه اهي. وفي منها الوان بقى، بصوا تشكيله حلوه قوي من السكاكين. في كمان الملونه دي عامله كام؟ بصوا دي كده، دي سيراميك جرانيت. جرانيت، جرانيت. عامله 50 جنيه. لا سعرها حلو. اخلعها كده نشوفها. لا هي ماشي. بصوا كده حبايبي، عامله 50 جنيه بس جرانيت. برده في منها الوان. والسكاكين الجولد، الجولد بيبدا معاكي بقى من 55 وانت طالعه. يعني دي عامله كام المقاس الصغير؟ ده الكبير ب 55 والصغيره ب 40. الصغيره ب 40 والكبيره ب 55 جنيه. عنده تشكيله حلوه قوي من السكاكين والرفايع، اصناف كتير جدا اهي. بصوا حبايبي، في الرخيص وفي الغالي، زي ما انت عايزه هتيجي تلاقي. في كمان الطقم ده شيك قوي، بصوا كده. ده عامل كام الطقم الجنجا ده؟ 95 التلاتة؟ 195 التلاتة ب 195. شوف بقى جزء كبير جدا من الرفايع هنا، عندهم حاجات حلوة قوي، طاسات وكل حاجة انت بتدوري عليها هتلاقيها موجودة هنا من الرفايع. شماعة الدبل فيس دي عاملة كام؟ بصوا كده الشماعة الجولد دي عاملة 20 جنيه بس. عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا ومحملة. انا عندي جبت منها وجربتها ولزقت عليها، حلوة قوي. بس لازم تبقي من الشفا المكان قبل الاستعمال. دي 20 جنيه الجولد. والشفافة 17 ونص، حلوة قوي. ودي الالوان ب 20 جنيه اهي، هتنفعك بقى في المطبخ، في اوضه الاطفال، في الحمام، زي ما انت عايزة. في كمان عنده مجموعة حلوة قوي من المشابك، عاملة كام؟ 25 جنيه. دي مستوردة ولا مصري؟ مستوردة ولا مصري اللي في ايديا دي؟ دي مستوردة ب 25 اهي. في منها كل الاشكال دي، ده ب 15 وده ب 20. ده ب 15، ده ب 20، وده ب 15. ده مصري. يعني عندك المشابك هنا من اول كام؟ من اول 15 جنيه. وده؟ ده عامل 20 جنيه. ده عامل 20 جنيه. وده؟ ده عامل 15 جنيه برضه. ده عامل 15 جنيه. واسعار المصافي هنا عندك كام؟ المصافي بتبدا معاكي من 35 جنيه. وريني كده، دي تركي ولا مستورد؟ ده استل الصيني. استل الصيني ده ب 35 جنيه. دي ب 35 جنيه. والكبيره؟ 75 جنيه. والكبيره دي ب 75 جنيه. ده الشغل القديم يا حسن. في بقى منه الوان حلوه اهي. في كمان عندك المعالق دي عامله كام؟ دي ب 10 جنيه الكيس في 5. دي الكيس في 5 ب 10 جنيه، يعني القطعه ب 2 جنيه. دي مستورده ولا مصري؟ مصري. دي مصري بس نظيفه يعني رقم واحد. حلوه قوي. طب والكيس ده؟ ده معالق التوابل، ده في 12 قطعه. تقدري بقى تحطيه في علب التوابل،
ب 15، دي ب 15 ودي 5 ب 10 جنيه، اسعارها حلوه. وفي الخشب دي برضو للعسل جميله، 6 قطع ب 20 جنيه برضو. لو عايزاها العلب التوابل ب 20 جنيه 6 قطع. غلق الاكياس عامل كام؟ 35 12 قطع غلق الاكياس. وكده في الطاسات دي، دي سيراميك جرانيت حلوه قوي، كل الوانها موجوده. فين ام 90 وفين ام 100؟ دي ام 90 ام 100 جنيه، الصغيره ب 90 جنيه. دي ب90 والكبيره ب100. الماتيريال النظيفه التقيله. اه دي الماتيريال النظيفه اهي، بس حلوه. ودي عامله كام؟ منشن عروض واحد ديت ب110 و120 مقاسين، ده الكبير وده الوسط. دي تقيله قوي وحلوه. وفي الزان ب35 جنيه، ودي ب35 جنيه. الصغيره بتاعتها ب30، الصغيره ب30. عنده هنا كل حاجه من الرفايه. في كمان هنا بقى المقاسات ايه؟ من كام لكام؟ بيبدا من 55 وانت طالعه بزيد 5. يعني كده المقاس ده ب55؟ 55. بصوا كده، ده خشب زان اهو، ايديها ستلس كله على المغناطيس، ستلس كله على المغناطيس ما بيصدش. من 55 60 65 65 يعني اغلى حاجه 65. طب واللي ايديها ستلس بس؟ نفس الكلام، نفس الكلام. طيب في الطفايات دي عامله كام؟ وريني واحده. الطفايه ب 15 جنيه والمقلمه ب 35. في الطفايه ب 15 بلاستيك، بس بلاستيك نجيب. ملامين؟ اه ملامين جميله. ودي ملامين مقلمه ب 35. ب 35 المقلمه، والطفايه ب 15 ملامين. الايس لولي اهي، دي المستورده. دي مصر. دي مصر ب 15، ودي بكام؟ ب 20. 6 في 1 ب 25. وفي كمان عندك صبانات حلوه قوي اهي، عامله كام دي؟ صبانه ب 20. ب 20 دي كده بالعلبه، تاخديها معاكي في الرحلات ب 20. الصبانات المستورده دي بتلزق على السيراميك ب 25 جنيه. دي؟ ب 25 جنيه بتلزق على السيراميك. كتيرة مع الدبل فيس. دي ولا دي؟ دي بتتحط على الفورة، وديك واحدة منها. الدبل فيس بيلزق معاكي. دي بتلزق على السيراميك، عاملة كام؟ 25 جنيه. 25 جنيه، دي عاملة كام؟ 20 جنيه اللي هي بتتحط على الفورة. أهي دي 20 جنيه تتحط على الفورة، في منها ألوان وأشكال. بصوا كده، في المناشر دي مستوردة ولا مصر؟ دي مستوردة، جودة عالية. جودة عالية ب 85؟ 85. ب 85 في المربع ده، وفي المدور. جميل قوي، ب 85 جنيه. كده في علبة المناديل دي بتلزق فيه. فيها دبل فيس بالشكل ده. فيها دبل فيس، يعني اه تقدري تلزقيها في أي مكان. وريني بقى كده فكرتها. حلوة قوي. اسحبي منها المناديل كده، جميل. عاملة كام؟ 75 جنيه. ممكن فوق تحطي قفازة او علب توابل، برضو تقدري تشغلي الرف اللي فوق ده. جميلة ب 75. دي ب 55. عنده برضو هنا شوية مباشر حلوة قوي. بصوا، في الفضي وفي الجولد. الجولد ب 55، الجولد ب 55، والفضي ب 50 جنيه. الجولد بيبقى اعلى شوية. وفي هنا كمان المباشر دي برضو مستوردة وحلوة قوي، عاملة كام؟ 95 جنيه. وريها لي كده، شكلها كبيرة وجميلة. ايوه كبيرة مسدسة، فيها جوان سيليكون، استانلس نضيف، وفيها كمان جوان سيليكون اهو ب 95. ب 95. وهنا دي عاملة كام برضو؟ شكلها حلو قوي. وريها لي كده. بصوا، في بقى منها اللون البينك واللون الاقوى، برضو جميلة وشكلها شيك، عاملة 95. تتباع بره ب 150 جنيه. بيقول لكم بره ب 150. حلوة قوي. في كمان عنده هنا دبل فيس، ده مستورد. معانا الدبل فيس ده 3 متر عامل كام؟ 40. وال5 متر 50. في هنا علب تخزين اهي ضد الكسر برضو، وبتدخل الميكروويف والتلاجة والفريزر. دي كده بداية من اول 40 جنيه. وهنا المقاس الاكبر 70 جنيه. والمقاس الغويط ده، الغويط ده عامل 90 جنيه، والكبير ب120 جنيه. الكبير ب120 جنيه. برضو لو مسافرة برضو تنفعك في الرحلات، محكم الغلق وحلوة قوي. دي برضو عامله كام؟ طويله 110. المكرونات والبقوليات، المكرونات برضو ايه، تيست عشان تشوف ان هي ضد الكسر، ما بتتكسرش، بتتكسرش خالص، سليمه زي ما هي. تمام قوي. في كمان معانا دي كده للتقديمات برضو، تقدري تحطي فيها بطاطس مقليه، شيبسيهات، حلويات للولاد زي ما انت حابه. اهي هي معدن، عامله كام؟ 50 جنيه، وهي مستورده. جميله قوي، من الحاجات الجديدة برضو اللي لسه نازلة. حبايبي، معانا حامل التورتة ده، حلو قوي، عامل 50 جنيه، تحفة بصراحة. بصوا حبايبي، معانا الصواني دي، حلوة قوي اهي. دي طبعا خامتها تقيلة قوي، عاملة زي الجلد كده. دي ب 40 جنيه، جميلة. والكبيرة كبيرة 50. بصوا حجمها قد ايه، تنفع فطار وتنفع عشاء، حجمها كبير قوي وحلو. في معانا كمان القطاعات الخشب دي، ده خشب مستورد زان من اول 100
140 150 اكبر حاجه. في برضو معانا شويه دواسات حلوه قوي. دي عامله كام الدواسه الحلوه دي؟ 55. دي سيليكون عامله 55، وهنا دي 65. دي كده 65 جنيه. بصوا جميل قوي الشكل ده. في برضو اللون الجولد منها، اللون ده ما بيغيرش. وبرضو في منها الفضي اهي، اشكال حلوه قوي. في كمان فازوطه اهي شكلها حلو قوي، بصوا ب 25 جنيه برضو زي اللي انا وريتها لكم بره، بس دي بقى متكيفه، بس اشكال حلوه قوي. بصوا اي واحده عامله 25 جنيه، جميله جدا. في كمان صحبه الورد بكل اشكالها عامله 25 جنيه، فيها حوالي 7 فروع. لو عايزه صحبه ورد وانت عندك فازه ب 25 جنيه. المكان هنا متكامل وفي كل حاجه، ديكورات، رفايع، كل شغل النزهه الجديده، كل حاجه موجوده عنده. بصوا معانا بقى الحاجات القمر دي كده اللي لسه نازله جديده، ده كله معدن، تقدري تحطي فيه خضار في المطبخ، تحطي فيه فاكهه، شكله بصراحه بيبقى شيك قوي، من الحاجات المميزه. وفي منه اللون البنك ده كمان، في منه بيجي كذا لون، بس اللونين دول متاحين دلوقتي. ده سعره 175 جنيه بس، حلو قوي ونضيف جدا اهو. والايد بتاعته كمان خشب مستورد. بصوا حبايبي في ترمس هنا حلو قوي اهو بقى عشان المصايف، جميل جدا، عامل زي السيليكون كده، بس هو مش سيليكون بس خفيف جدا. وازاز من جوه عامل كام؟ بيحفظ ب 220، بيحفظ 12 ساعة. بيحفظ 12 ساعة وفي الشكل ده؟ بس اللي من بره وجوه ب 280. 280 بيحفظ 24 ساعة، وده 12 ساعة ب 210؟ ب 220. ب 220، وده عامل كام؟ ده عامل 260، 1 لتر استانلس من بره وازاز من جوه. ده 1 لتر ب 200 وكام؟ 260. شكله برضو حلو قوي، استانلس من بره وازاز من جوه، جميل. بقى الصواني الجولد دي حلوه قوي اهي، دي استانلس، استانلس 18 على 10، استانلس 18 على 10 مش بلاستيك اهي، مستورده تركي، حلوه قوي. عامله كام؟ ب 130 الكبير و 120 الصغير. المقاس ده ب 120 جنيه بس محمله وحلوه قوي. 10 حاجه مستورده، ماتيريال عاليه، ماتيريال عالي ومستورده، و18 على 10. واللون ده ما بيغيرش. بكام دي؟ ب 130 الكبيره، والمقاس الصغير ب 120. اطقم الاطباق الخوص دي حلوه قوي، سعرها تحفه بصراحه، السعر حلو قوي. هتاخدي الثلاثه كده بكام؟ 215 جنيه. ب 215 قطعه بسعر الجمله. في برضو منه شغل هاند ميد، في منه بقى اشكال، في المدور ده في اماكن كتير بتبيعه اعلى من كده، بس انا بقول لكم ان هنا اقل سعر في الاطباق الخوص دي، الطقم 3 ب 215 جنيه، وسالوا بره هتلاقوا الاسعار اعلى. ده برده حلو قوي ب 215 اي شكل. في بقى الاطباق الفرداني دي، ده عامل 60، ينفع عياشه، حلو قوي، وينفع للفاكهه. وده عامل كام؟ 70 جنيه. ده 70 والصغير 60، جميل. بصوا كده حبايبي طبق التورته ده حلو قوي، ده تركي، ده كده تركي اهو، بصوا تحفه شكله من تحت، جميل قوي. ده كده ب 120، اي قطعه انت حاسبها لنا بسعر الجمله. حلوه جدا. في برطمانات التخليل دي برده، في ناس بتحب تخلل في ازاز، تنفع للسمنه، تنفع البقوليات، تنفع مخلل زي ما انت حابه. عامله كام الواحد؟ يبدا معاكي من 125 وانت طالعه 135. ده كده ب 125؟ ده كيلو. ده كيلو ب 125. ده كيلو ونص بكام؟ 135. 135 والكبير خالص؟ الكيلو ده عامل 145. ده كده 145 2 كيلو، في كيلو وفي كيلو ونص، تمام. في كده طبق المكسرات ده ورهولنا كده، بصوا ده بقى اللي لسه نازل جديد، في منه الوان. طبق تسالي، ده اللون ده واللون العسل، بيجي العسلي وبيجي منه الزيتي، تمام. عامل كام ده؟ ده عامل 312. هو دورين مش دور، بصوا ده كده دورين عشان في منه دور. ده كده الدورين حطهم على بعض ب 310. لا حلو قوي سعره. في بقى هنا الصفايات المعالق الحلوه دي، بص دي كده عامله كام؟ 180. دي كده عامله 180 جنيه، دي مستورده اكليريك ضد الكسر. والجولد ده ما بيغيرش. دي كده عامله 180، واللي فيها الغزاله الحلوه دي عامله 190. حلو قوي الشكل ده، حجمها كبير شويه. في كمان معانا عنب المناديل الحلوه دي اهي، حامل للرمود، وعلبه مناديل برضو اكليريك، تقدري تاخدي الطقم برضو كده، حلو قوي. دي عامله كام؟ 140. 140. طيب طقم التوابل ده شكله حلو قوي، من الحاجات المميزه اللي انا شفتها. ده كده تركي مستورد، والغطا بتاعه خشب، طبعا خشب فيه جوان عشان يحكم لك الحاجه اللي جوه ويحافظ عليها، وكمان الخشب ده ضد الميه، حاجه مستورده حلوه قوي. بكام؟
450 التلاتة مع بعض، لو حابة تاخد مقاس لوحده موجود برضو. لو عايزة تاخدي بالقطع يعني مثلا القطعة دي عاملة كام؟ 150 160 170. القطعة دي كده عاملة 150 160 170 170. عايزة تاخدي الطقم ب 450 مظبوط. عايزة تاخدي بالقطعة موجود برضو بالقطعة من 150. لا شكله شيك قوي. في كمان عنده صواني تقديم اهي اوريها لكم. بصوا الصواني دي خشب برضو مستورد، خشب ليزر مستورد. لا حلوة قوي. بصوا كده طبعة ازاز وطبعة ليزر جميلة، والايد بتاعتها استلس قوية. هتيجي تمسك الصينية هتلاقيها تقيلة وما شاء الله محملة. عاملة كم؟ 350 الشكلين دول، والشكل ده 300 جنيه. الشكل ده كده ب 350 جنيه اهو. بصوا في منه الشكل ده كمان، فين ابو 300 ده؟ بصوا ده كده الشكل ده ب 300 جنيه برضو، شكله شيك قوي. ايه الفرق بقى بين ابو 300 وابو 300؟ ده مصنع وده مصنع، بس ده برضو جميل وسعره حلو قوي ب 300 جنيه، وده ب 350. طبعا في كل حاجه منها اشكال، في منه ده موديلات مختلفه وده موديلات، في ده اشكال وده اشكال. بصوا في البانيو ده حلو قوي، ده كده للغسيل وللاطفال جميل. عامل كام؟ 350 جنيه 38 لتر، و 250 جنيه 25 لتر. ده سيليكون؟ سيليكون مستورد تركي. حلو قوي، يعني 250 ده وده 350. وفي الجردل ده ب 190 جنيه. وده ب 190 جنيه. ده جردل؟ ده سيليكون برضو ب 190 جنيه، حلو قوي. بص حبايبي بقى طقم الصواني ده عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه قوي. ده كده استلس 18 على 10، بس اكنها فيها مرايه، بس هي ما فيهاش مرايه، يعني من شده الاستلس اللي فيها بتضوي لوحدها. بصوا شكلها، شكلها تحفه جدا. دي عامله كام بقى؟ طقم على بعضه 450 جنيه الطقم. 450. بصوا الجمال، مستورده اهي 18 على 10. هتيجي تشوفي الصينيه هتعجبك جدا. بصوا اكنها جواها مرايه، حلوه قوي. ب 450 الاثنين، الاثنين ب 450. في نقشات كتير، عنده نقشات كتير اهي، بتاخديها كده بالعلبه بتاعتها، في منها نقشات كتير لما تيجي تتفرجي عليه. يا ربي حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. انا النهارده صورت لكم تشكيله حلوه قوي من اللي موجوده في النزهه، يعني لو مش قادره تروحي النزهه عشان بعيده شويه هتلاقي كل حاجه هنا في المكان. زي ما قلت لكم اركبي سوزوكي من ميدان العتبه وانزلي امام نصيه شارع درب سعاده واسالي على محل الجيلينار اهو. دي كده اليافطه، هسيب لك الرقم التليفون في اول تعليق مثبت، وهسيب لك العنوان بالتفصيل، وفي توصيل محافظات، وهسيب لك رقم التليفون ولينك التليجرام. عندهم كل الشغل اللي موجود في المحل. انتظروا كل الجديد والحصري مع تمر حنة. لو اول مره تنوريني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل، عشان كل الفيديوهات الجديده حلوه قوي وباسعار على قد الايد، وكل الحاجات اللي انتوا بتحبوها وبتدوروا عليها ان شاء الله هنزلها لكم. مع السلامه.